خليك وراها. اه الله يرحمها انت كمان. تمام يا فندم. ايه تفسيرك على حكاية ألمانيا الشرقية دي؟ والله يا فندم هي جديدة، بس نبيل ده طلع عقر، عشان كده لازم نخش شقته. شقة نبيل؟ تخيل انت بقى ممكن نلاقي فيها ايه. نبيل! كنت فين كل ده؟ امسك. ايه ده؟ تذكرة سفر لجنيف وجواز سفرك اليوناني الجديد. جورجيو بابادوبولوس، ده هيبقى اسمك الجديد، احفظه كويس واوعى تنساه. طب وباسبوري المصري؟ باسبورك المصري ده تنساه خالص. انساه ازاي؟ وانت فكرك البوليس الالماني وهير كروجر لما يكتشفوا انك هربت هيعملوا ايه؟ هيبلغوا عنك الموانئ والمطارات والسكك الحديد، وهيوزعوا صورك في كل حته. هيبلغوا عنك الانتربول، والانتربول هيدور على نبيل سالم مصطفى في كل حته في العالم، حتى في مصر. وأول بلد مصر. لذلك نبيل سالم مصطفى لازم يختفي نهائيا لحد ما الحكاية تهدى. وانت من النهاردة جورجيو بابادوبولوس. تمام؟ الطيارة بتاعتك هتقوم بعد ساعة ونص، يا دوب تلحق. وانت؟ هتلاقيني مستنيك هناك، لكن من هنا لحد ما توصل لو شفتني لا تعرفني ولا اعرفك، مفهوم؟ يلا. أنا شلومو يا إزاك. أيوة يا شلومو، أنت فين يا حبيبي؟ عرفت اللي حصل امبارح بالليل؟ عرفت. أنا ليفي لسه مكلمني دلوقتي وشايط منك على الآخر. سيبك من ليفي، أنا هكلمه وأشرح له كل حاجة، المهم أنت ركز معايا ونفذ اللي هقولك عليه بالحرف. خير يا شلومو. توماس حارس البيت اللي فيه شقة نبيل هيجيب لك مفتاح الشقة، تنضفها على الآخر، ما تسيبش فيها حاجة، مش عايز اي اثر ان نبيل كان فيها في يوم من الايام، فاهمني؟ اوكي يا حبيبي. حاجه تانية، عايزك تسيب المكان اللي انت فيه، انقل كل الورق والمستندات والدفاتر، واقفل النايت كلاب، يفضل انك تغادر فورا
المصريين شغالين جامد قوي وجايز يوصلوا لك في اي لحظه. لا دي ما اقدرش عليها يا شلوم. انا عشان اقفل النايت كلاب لازم تعليمات من العمه شخصيا. اوكي يا ايزاك، المهم انت تكون جاهز وتتحرك اول ما يديلك الامر. مع السلامه. ايه اللي انت عملته ده شلومه؟ انا مش قلتلك ما تتصرفش اي تصرف في الموضوع ده من غير ما ترجع لي الاول؟ ما كانش في وقت، المصريين قربوا مننا وكان لازم اتصرف. انت كده بتعرض العمليه كلها للفشل. انا كده بنقذ العمليه يا ليفي وانت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بقى؟ اسحب لويس جولدمان ودي امر الايزاك يقفل مكتب هامبورغ ويبعد. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت مش من حقك تطلب مني قرارات زي دي. معني كويس يا ليفي، المصريين ورانا خطوة بخطوة. نفذ اللي بقول لك عليه وانا هبقى بعدين اتصل بيك واشرح لك كل حاجة. شالوم. ممكن اللي بيحصل ده، الندوه هتبتدي بعد اقل من نص ساعه وساميه لسه ما ظهرتش. دي حاله خطيره، مسؤوليه كبيره عليك يا استاذ فريد. عارف يا استاذ سمير، انا عارف، وللاسف لو ما ظهرتش كمان 10 دقايق انا مضطر ابلغ البوليس. مش موجوده في المعرض، سالت عليها كل الوفود العربيه محدش شافها للاسف النهارده. دي كارثه، دي مصيبه. انا مش فاهم اقول ايه لمنظم المعرض. ايه الندوه اتلغت؟ يا ريت هتيجي على قد الندوه يا استاذ فريد. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ انزل ادور عليها في الشوارع. اهي جت. انا لقيتها من شويه داخله الاوتيل، جبتها زي ما هي كده وجيت جري على هنا. معقوله اللي انت عملتيه ده يا ساميه؟ كنت فين طول النهار؟ انا مش فاهم، ده تصيب، دي فوضى. الحمد لله على السلامه. كنت فين؟ خضتينا عليك. ده الاستاذ فريد كان هيبلغ البوليس. انا كنت هتجنن. ساميه احكي لي، انت حصل لك حاجه؟ وقعتي في مشكله؟ لا لا خالص. امال ايه؟ قولي لي ايه اللي حصل. تهتي ازاي؟ ركبت اتوبيس غلط وفجاه ما عرفتش انا فين. ألف حمد لله على سلامتك، مش مهم أي حاجة حصلت، المهم إن أنت وصلتي بالسلامة. يلا بينا يلا بينا يا جماعة، لأن خلاص الندوة هتبتدي. يلا يلا. إيه طب غير هدومي حتى الأول؟ تغيري هدومك إيه يا سامية؟ أنت كده زي القمر. سامية مفيش وقت، هات الشنطة. الأطروحة بتاعتك إيه؟
يلا ربنا يوفقك. Next. Giorgio Papadopoulos. Someone left this note. Thank you. Thank you.